تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني برغايا بتوقيف شخصين يقومان بتقليد وتزوير علامات تجارية للأجهزة الكهرومنزلية بحي الحاميز بلدية الدار البيضاء ولاية الجزائر، وهذا إندارج ضمن حماية المستهلك من الغش ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها. القضية جاءت إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة أين تم استغلالها والبحث والتحري في الموضوع، حيث توصلوا لشخصين يبلغان من العمر 42 و 45 سنة يملكان محلات تجارية خاصة ببيع الأجهزة الكهرومنزلية. تم التنقل رفقة مصالح التجارة للدار البيضاء ومعاينة المنتوجات أين ضبطت هذه الأجهزة بعلامات أوروبية معروفة، ولكن بعد الخبرة والتحري في الوثائق تبين أنها مزورة وأنها في الحقيقة أجهزة بعلامات تجارية مجهولة المصدر وبخسة الثمن، يتم مسحها بمواد مجهولة ووضع في مكانها علامات ذات صنع أوروبي وبيعها بأثمان باهظة، وهذا من أجل الربح السريع. تم توقيف المعنيين وحجز 35 جهاز من مختلف الأنواع مزورة، وسيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.